السلام عليكم دكتور وايزمان. المولود ذكر. بهذه الروح السياسية الذكورية هنأ مارك سايكس السياسي البريطاني الشهير نظيره الزعيم الصهيوني حايم وايزمان بولادة وعد بلفور في نهاية اجتماع للحكومة البريطانية ناقشت فيه تفاصيل إصدار الوعد. هكذا إذن في مثل هذا اليوم قبل 100 عام من الآن أعطى من لا يملك لمن لا يستحق وعدا بإنشاء وطن. وهكذا في قلب جزيرة عربية إسلامية ولد كيان يهودي ليشعل بعد ذلك فتيل صراع في منطقة تعوم على بحر من النفط. كيف بدأت الحكاية؟ وكيف سلك العرب طوال السنين الماضية؟ وما الحال التي آلوا إليها بعد 10 عقود؟ البحث عن إجابة بعد قليل. في الذكرى المئوية لوعد بلفور بدت المواجهة ثنائية بين الفلسطينيين والصهاينة، فيما توارى العرب بعيدا عن مشهد الصراع لأسباب مختلفة. في خضم هذا الواقع الذي حمل عبء المواجهة فيه مؤسسات فلسطينية شعبية حققت درجة كبيرة من التنظيم، في هذا الواقع سجل الكيان الصهيوني نقطة سياسية جديدة في مرمى العرب بإعلان بريطانيا فخرها بإصدار وعد بلفور بل واحتفالها به أيضا. فكيف صدر هذا الوعد؟ وكيف مرت 100 عام التي تبعت وعد بلفور على العرب سياسيا؟ وأي عمل سياسي واستراتيجي قام به العرب؟ ما الذي تغير فيهم؟ وما الذي بقي على حاله بعد قرن مضى؟ أهلا بكم مشاهدين الأفاضل إلى حلقة اليوم من برنامج حديث العرب التي نبحث فيها الوضع العربي بعد قرن من صدور وعد بلفور. نبدأ مع التقرير. لم يكن وعد بلفور بداية عهد الانحدار في المشهد العربي وحالة النكوص تجاه قضية فلسطين، فقد سبق هذا الوعد الموقع من السياسي البريطاني آرثر بلفور توقيع اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا وبريطانيا لاقتسام الدول العربية. كانت سايكس بيكو إشارة الضوء الأخضر الذي شجع بريطانيا على تقديم وعد بلفور هدية للصهاينة لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين. جاءت سايكس بيكو لتستولي على القرار العربي وتقسم المنطقة كما لو كانت غنيمة سقطت بيد الاحتلال الصهيوني. فرنسا تهيمن على سوريا ولبنان من جهة، وبريطانيا على منطقة جنوب وأواسط العراق بما فيها بغداد، وكذلك ميناء عكا وحيفا في فلسطين، مع بقاء ما أطلق عليه انتدابا بريطانيا في فلسطين. واقع عربي ضعيف يذعن لاحتلال موسع من قبل دول منحت نفسها الحق لتسطو على المنطقة العربية. وارتبطت السياسة البريطانية الاستعمارية بعلاقة مع الحركة الصهيونية منذ أوائل نشأة الصهيونية في أوروبا، وازدادت خلال الحرب العالمية الأولى لتلاقي أهداف الجانبين. وعندما احتل الجيش البريطاني القدس سلح اليهود وضمهم إلى قواته، وشكل لجنة استشارية صهيونية برئاسة رئيس الحركة الصهيونية آنذاك حايم وايزمان إلى القيادة البريطانية العامة. ساهم وعد بلفور بتأسيس المحتل الغاصب وتدريب الصهاينة والعصابات الصهيونية التي أخرجت الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم وقتلت من ظل فيها. ومنذ اكتمال النكبة الفلسطينية عام 48 وقيام دولة الاحتلال الصهيوني، أيقن الفلسطينيون أن الحق الذي لا تحميه القوة يضيع، لا سيما وأن الدول العربية اكتفت بمراقبة المشهد وسط وعود منها للفلسطينيين بأن تكون العودة قريبة، لتمضي السنوات ثقيلة على شعب ما زال يقاوم من أجل حريته، وشعوب عربية منطوية على همومها ومواجعها في ظل دعوات لتغيير شكل العلاقة مع الكيان الصهيوني بصورة تنسف ما تبقى من الحلم الفلسطيني. فهل يستيقظ العرب من غفلتهم ويعيدون ضبط البوصلة، أم أن المنطقة محكوم عليها بأن تظل خاضعة بأكملها لاحتلال صهيوني بشكل أو بآخر؟ معي في الاستوديو الدكتور أحمد البرعي الباحث السياسي ودكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقارية، وعبر الهاتف من لندن الأستاذ محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. مرحبا بالجميع. أبدأ باليمين القريب دكتور خيري، ما الملابسات السياسية التاريخية التي
الإقليمية والدولية التي صدر في خضمها وعد بلفور؟ يعني بداية يعني هو كان من اللافت أن بريطانيا رغم مرور 100 عام على قرار سياسي اتخذته أنها تحتفل به بعد مرور 100 عام. سنأتي على ذلك. وهذا ما يعكس نوعا من التضامن، هذا هو المفتاح في البحث عن هذا في هذا الموضوع. يعني فيما يتعلق بالملابسات الدولية والإقليمية في وقتها، يعني هي كانت ملابسات دولية بالأساس. هو نلاحظ أن في سنة 16 ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى أن المناقشات حول المسألة الصهيونية ومسألة إنشاء دولة لليهود قد مرت بمراحل كثيرة، وأنها اقتربت من النضج، يعني كيف يكون الحل، كيف يكون توطين اليهود. ونعتقد إذا ما رجعنا للمناقشات التي بدأت من 1860 وكانت قمتها في 1897 والمناقشات التالية لها قبل الحرب، هو أنه المشروع أو الحركة الصهيونية تنضج بشكل يعني متسارع ولا يمكن تجاهل هذا الطلب. وبالتالي حدث نوع من التحالف بين الدول الاستعمارية والحركة الصهيونية على حل هذه المسألة، يعني كمشكلة غربية وكمشكلة كمشكلة في اليهود في الغرب، وأن حل هذه المسألة يعني قد يخضع لخيارات، يعني خيارات جغرافية بدأت بسيناء وبرقة وأوغندا والأرجنتين، ولكنها انتهت في النهاية أنها تكون في فلسطين. وهذا هو يعني السر، يعني كيف نفكر أو كيف نفكر في صياغة إصدار هذا القرار بأنه يستقر في النهاية على هذه المنطقة الحيوية في العالم، ليس في العالم الإسلامي فقط، ولكنها حيوية بشكل عام، بحيث أنها من الجيوستراتيجيك هي مهمة، من حيث التركيبة السكانية والديانات هي مهمة، ويمكن ترويج الدولة اليهودية في ظل الاستدعاء الديني لإسناد الحركة الصهيونية التي هي بطبيعتها حركة علمانية وليست حركة دينية. أنا نقل هذه المناقشات يعني اطلعت به بريطانيا لتتويج هذه الجولة التي يعني على مدى يعني حوالي 50 عاما أو 60 عاما من نشأة المسألة اليهودية. هو أن بريطانيا يعني رأت أنه في ظل ترتيبات الحرب العالمية الأولى وتداعياتها المحتملة من تقسيم وإنشاء الدول القومية في الشرق الأوسط، أنه يمكن أن تنشأ دولة قومية لليهود في نفس سياق نشأة الدول القومية وحركات الاستقلال التي نشأت بعد ذلك. يعني على سبيل المثال سايكس بيكو ارتبطت بقطع العلاقة بين الدولة العثمانية والولايات الخاضعة لها اسميا أو فعليا، وبالتالي أن نشأة إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي في ظل نشأة استقلال إعلان استقلال مصر وإعلان استقلال العراق وإعلان استقلال يعني دول أخرى أو تحديد سيادتها بشكل أو الكيانها الاجتماعي والسياسي، يعني هذا كان ملائما بحيث تنشأ الدول بشكل متقارب في هذه المنطقة. النقطة الثانية وهي أن الحرب العالمية كأي حرب كبيرة لابد لها من تداعيات كثيرة. يعني تداعيات أولا بتأتي على تقسيم الدول وإعادة تغيير نظم الحكم وتغيير فلسفة العلاقات الدولية أيضا. ما أحدثته الحرب العالمية في أنها عززت أن هناك كيانات عربية مختلفة، بعضها يتبع الثقافة الفرنسية وبعضها يتبع الثقافة الأنجلوفونية، وبالتالي نحن هنا يعني هذا كان مناخا مناسبا لإصدار هذا القرار. بالتالي يعني الصراع الفرنسي البريطاني الذي ظهر فيما بعد ذلك في كيفية إنهاء الخلافة العثمانية في من سنة 20 لسنة 23، وأن المراسلات بين السفارات الدول بالإضافة لسفارة روسيا هو كان بالأساس كيف نعمل تحلل للدولة الإمبراطورية وننشئ بدلا منها دولة قوميات يعني متعددة الولاءات، يعني سواء الولاء للاستعمار أو الولاء للثقافة الفرنسية أو الثقافة البريطانية. وبالتالي هذا ما يعني إعلان وعد بلفور كما إعلان استقلال أو نشأة دولة إسرائيل في 48 لم يلقى مقاومة حقيقية من البلدان العربية. يعني في مصر كانوا مشغولين بالانشغال كله بالاستقلال والدولة القومية والنظام الحكم الجديد اللي هو الملكية المصرية، وأن المسألة لم تعنيهم كيف يحدث الاستيطان، كيف ننقل اليهود، كيف تناقش مسائل جيوستراتيجية أو مؤثرة في هذه المنطقة. يعني دي أعتقد أن السياق الذي نشأ فيه
ظهر في بعد بلفور كان سياقا سياسيا رخوا لم تستطع الدول العربية مجاراته في المناقشات السياسية. مناقشات ثورة 19 في مصر على سبيل المثال كانت مسألة قومية وليست مسألة. سنأتي ربما بشيء من التفصيل على موضوع العرب في هذا الشيء، لكن قبل ذلك أريد أن أسأل الدكتور أحمد، ثمة فريق آخر من المؤرخين الغربيين ذهب باتجاه غير المنحى الذي ذهب إليه الدكتور في تفسير نشوء الكيان الصهيوني، عندما قال، وهو أكاديمي أمريكي معروف، قال فلسطين كانت رشوة بريطانية لليهود. من أجل ماذا هذه الرشوة دكتور؟ يعني هو كما تحدث الدكتور كانت الاتفاق بين الانتداب البريطاني في المنطقة والانتداب الفرنسي على تقسيم الدول، وتم التقسيم بعد أن تم تفتيت الإمبراطورية العثمانية والتحالف الألماني العثماني وانتصرت بريطانيا وفرنسا. بقيت فلسطين هي المنطقة التي تخضع إلى رقابة دولية لم تأخذها بريطانيا. حتى مارك سايكس كان غير مقتنع بأن هذه التقسيمة التي حدثت بعد انتهاء الحرب هي في مصلحة بريطانيا، لأنهم كانوا يريدون لفلسطين أن تكون تحت الانتداب البريطاني، لكن لا يستطيعوا إقناع الشريك الفرنسي بذلك. لذلك كان الطريقة الوحيدة لكي يقنعوا الفرنسيين بأنها ليست لنا، إنما هي وطن قومي لليهود. المشكلة اليهودية كانت تنتشر في أوروبا وكان لابد من حلها. كان هناك فريقان، الفريق الأول يتحدث عن دمج اليهود في أوروبا ومحاولة انخراطهم في الثقافة الأوروبية ومحاولة التعايش معهم، والفريق الثاني كان ينظر إلى كما تحدث الدكتور إلى خلق وطن بديل لليهود، وكانت فلسطين هي الـ 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 الوجهة الأساسية التي أرادوا أن يقيموا فيها. الآن كيف هي رشوة للبريطانيين؟ كان البريطانيون يحتاجون إلى اللوبي الصهيوني. هذا اللوبي الصهيوني كان متنفذ في الولايات المتحدة وكان متنفذ في كل المناطق، لذلك كانوا يريدون لهذا اللوبي أن يسوق لهذه الفكرة أو النظرة الإمبراطورية البريطانية في المنطقة، بالإضافة إلى أن هذا توافق مع اليمين المتطرف الصهيوني الذي يؤمن بأن المسيح لن يعود إلا بخلق دولة لليهود في منطقة معينة، وبذلك يمكن للمسيح أن يعود. لذلك توافقت كل الوجهات النظر وخرج هذا الوعد المشؤوم الذي نعانيه الآن. الغريب في الموضوع أنه خرج في 1917 وبدأ العمل فيه، وهذا يعني قد تتعرض له في الأقسام القادمة من الحلقة، أنه كيف بدأ رجل واحد واقتنع وأقنع البرلمان وأقنع كل الطيف السياسي البريطاني، وكيف تحركت الماكنة الصهيونية إلى المنطقة بدعم مخيف حتى حققوا حلمهم الذي لا يزال مستمرا في مرحلته الثالثة الذي يحدث الآن. لأن الذي يحدث الآن هو عبارة عن تكميل إلى ما حدث في وعد بلفور. الآن نتحدث عن توافق روسي أمريكي هو الذي سيحدث الآن، وتقسم الكعكة والعرب في غياهب الظلمات لا يدرون ما الذي يحدث. بعضهم موافق وبعضهم متآمر وبعضهم جاهل بما يحدث، لكن نفس السيناريو هو الذي يتكرر الآن. تقسيم المقسم وتكوين دويلات يعني يكثر بينها النزاعات أكثر ما يكثر بينها التوافق، وعندها الولاءات المتعددة كما تحدث الدكتور. نعم أستاذ محمد العربي في لندن، يعني من المؤرخين من قال إن الولادة الحقيقية لوعد بلفور كانت عام 1916 حين تقسيم بلاد الشام والعراق. السؤال هو لماذا الفرنسيون والبريطانيون لم يدخلوا فلسطين في منطقتي نفوذهما؟ لماذا استثنوا فلسطين باستثناء مينائي حيفا وعكا اللذين خضعا للنفوذ البريطاني؟ لماذا حصلت على الانتداب الدولي فلسطين في ذلك الوقت برأيك؟ السلام عليكم ورحمة الله. كانت هناك أماكن في مناطق عدة في العالم وين لم تتفق فرنسا وبريطانيا على التقسيم، واحتلتها شراكة أو تعاونت على الاحتلال، وأحيانا شاركتها بشكل انتداء دولي. ربما كانت فلسطين من هذا الجانب، ولكن الأهم في ذلك في اعتقادي وأن كانت هناك المشكلة اليهودية كانت مطروحة بقوة في أوروبا، وكان أعطاء وطن قومي لليهود. طبعا الفكرة الأولى أن يكون في إفريقيا كما تعلم، كان على أساس أن يكون في أوغندا،
ثم جاءت فكره فلسطين للتخلص من اليهود، ونعرف ان الادب الاوروبي عموما بما فيها شكسبير مثلا قبل قرون من ذلك كان يعتبر في تاج البندقيه مثلا في روايه تاج البندقيه كان هناك كلام قبيح جدا عن اليهود، والادب الاوروبي في القرن الثامن عشر والسابع عشر والتاسع عشر حتى كان دائما يلوم اليهود بشده ويعتبرهم انهم هم من مآسي الاوروبيين وهم الذين يشكلون كثير من المشاكل التي تعيشها اوروبا. اذا كان من بين الاسباب الاستراتيجيه هو اخراج اليهود او عدد منهم من اوروبا وخاصه من بريطانيا، ناهيك على ان بناء دوله هناك سهل ويسهم، يعرفون ان المنطقه هذه كانت لقرون من الزمن تحكم العالم او تشارك بحكم العالم، وبالتالي وضع دوله هناك بهذا الشكل يكون ضربه قاسمه لاي فكره لتوحد المنطقه ولمواجهه اوروبا من جديد على مستوى الصراع الدولي. نعم، دعني اعود الى الدكتور خيري. دكتور خيري، يعني في 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 تلك الفتره او تلك المده كانت الوضع الاقليمي والدولي كان شديد التعقيد، دول التحالف روسيا وفرنسا وبريطانيا، بالمقابل كان هناك بدايه نشوء تحالف بين العثمانيين والمانيا. يعني بالرغم من ذلك اصدر اليهود وعد بلفور، لكن اللافت ان الصهاينه نجحوا في تطوير وبلورت هذه الفكره الى واقع عملي. السؤال هنا، هل كان تطوير هذه الفكره وتحويلها الى واقع كيان على الارض كان نجاحا صهيونيا اكثر منه اخفاقا عربيا ام العكس؟ هو اذا ما نظرنا اخفاقا عربيا في مواجهه والحيلوله دون نشوء هذا الكيان، يعني هو لو يمكن ان ناخذ ملاحظتين على تلك الفتره. الملاحظه الاولى ان هذا القرار البريطاني يعني صدر في سنه 17 بعد 3 سنوات من اندلاع الحرب العالميه الاولى، وبالتالي كانت نضجت التقسيم الدولي، انقسام القوى الدوليه وفي اي اتجاه سوف تسير العلاقات الدوليه في تلك الفتره. يعني قد وضحت ان يعني ان الدول الحلفاء او البريطانيين والفرنسيين ودخول الامريكيين للحرب انهم سوف يساعدون، سوف تؤدي الى تشكيل واقع سياسي جديد. ما يميز الحركه الصهيونيه في ذلك الوقت وعلى مدى التاريخ حتى الان هو انها يعني حركة تعمل على مستويين، مستوى النضج التنظيمي والتطوير الفكري، وبالتالي هذه نشأت نخبة قوية فيها استطاعت يعني لتكوين تحالفات مرنة سواء مع بريطانيا أو الولايات المتحدة في فترة لاحقة. نعم، بحيث أنها استطاعت يعني إحداث يعني حالة جديدة من الديناميكية في تحقيق أهدافها. يعني مثلا يعني لم تقصر الحركة الصهيونية في الدخول إلى البرلمانات، في الدخول إلى العمليات مراكز القرار، مراكز القرار، لوبية الضغط. على العكس من ذلك يعني كان العرب مشغولين بقضايا أخرى، يعني سواء قضايا التحرر من الاستعمار، يعني قضايا بناء الدولة الوطنية، الدولة القومية يعني. وبالتالي الالتفات للخطر او ما يشكله من تهديد وجود يعني جاليات يهوديه كبيره في الاستيطان وتسارع برامج الاستيطان والانتداب وشغل الوكاله اليهوديه فيما بعد، هو ان اضطغط عليه القضايا المحليه الاخرى، وبالتالي القضايا مثلا يعني ان تكون هناك دوله قويه في العالم العربي لم يكن هذا مطروحا. يعني كانت الانشغال العربي او انشغال النخبه العربيه بالمسائل الداخليه كان يعني عاملا مساعدا في ان تكون الحركه الصهيونيه يعني اكثر قربا من القرار الدولي في تلك الفتره. نعم، يعني سنناقش هذا ايضا بمزيد من التفصيل، ولكن بعد الفاصل نذهب الى فاصل ونعود بعده لاستئناف الحديث. We'll be right back.
عن التاريخ والجغرافيا وأسرار أعظم الآثار لحضارات بلاد الأناضول وضفاف البوسفور. عين على تركيا، سلسلة وثائقيات من إنتاج الرافدين ترصد أبرز آثار الحضارة الإسلامية العثمانية ومعالمها على مدار 600 عام. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن الوضع العربي بعد قرن من صدور وعد بلفور. أذهب إلى الدكتور أحمد البرعي. دكتور أحمد، الأداء السياسي الذي ميز الحكومات والنخب السياسية والفكرية حتى العربية في المرحلة التي تلد إصدار الوعد إلى المرحلة التي نشأ فيها الكيان وما بعد ذلك. يعني جميل أنك سألت عن النخب والحكومات، لأن نحن في تاريخ العرب تجد بونا شاسعا ما بين الشعوب. الشعوب واعية وتدرك هذه المؤامرات بسرعة، هي سابقة بأميال ضوئية لحكامها ولنخبها الثقافية. فمثلا إذا نظرت إلى ثورة القسام في فلسطين في 1936، وكيف أن المقاومة الفلسطينية أيقنت وفهمت مضمون وكينونة هذا المشروع الذي يقسم المنطقة ويهدف إلى تهجير وضياع الأرض الفلسطينية في أيدي اليهود وفي أحضان بريطانيا، كان العرب في هذه الفترة تستطيع بالضبط مثل الذي يحدث الآن، كلهم يشتغلوا بأموره الخاصة، كلهم بمشاكله الخاصة، ما يسميه الأمريكان واغ ذا دوغ، أو المصريين إخواننا المصريين يقولوا العصفورة، شوف العصفورة. هم يشغلوهم ببعض القضايا الثانوية التي تلهيهم عن المبدأ، عن القضية الرئيسية، بأن هذا الكيان السرطاني الذي إن أقيم في هذه المنطقة في أرض فلسطين التي هي ليست للفلسطينيين وحدهم إنما لكل الأمة العربية، ستكون هذه هي قدم للاستعمارية الجديدة. المشروع الاستيطاني أو المشروع الصهيوني في المنطقة لم يكن فقط من أجل السيطرة على فلسطين وحدها، إنما السيطرة على كل المنطقة، سواء باستعمار شخصي أو باستعمار نفس الكيان يكون موجود مثل ما حدث في إسرائيل، أو بأن تنشئ لها دمى في الأنظمة العربية الموجودة في الكيانات المحيطة، لأن هذا الكيان الاستيطاني لا يمكن، السرطاني لا يمكن أن يستمر بدون أن يكون هناك إقليم إما أن يغض الطرف عنه وإما أن يتعاون معه. ولذلك كانت الدول العربية بشكل عام في سبات عميق، غيبت بشكل أو بآخر. الشعوب كانت موقنة وفاهمة ومدركة لطبيعة هذا المشروع الاستعماري في المنطقة، ثارت عليه، لكن أفشلت هذه الثورات بتعاون عربي. يعني أنا أتذكر أنني عملت بعض اللقاءات مع بعض الإخوة الذين هجروا من فلسطين في تلك الفترة، وقال لي كان هناك ترحيب بنا من قبل الحكومات العربية. يعني عندما خرجنا من فلسطين وغادرنا إلى العراق، وجدنا هناك معسكرات للاجئين مجهزة ومهيئة على أفضل ما يكون. عندما غادرنا إلى سوريا قدموا لنا كل الأمور، مع أن كانت الوعود تقول لنا هي فقط أسبوع، نحن نريد أسبوع واحد، هذه إسرائيل لا تستطيع أن تصمد أماننا. كلها كانت بيع للوهم وبيع للأحلام الوردية، ولكن على أرض الواقع كان إما تآمرا عربيا على لإنشاء مثل هذا الكيان، في المقابل هم يحصلون على امتيازات على عروشهم، وتقام تلك الدولة القومية الوطنية في تلك المناطق. نعم. وبيعت فلسطين بهذه الطريقة، وجاءت إسرائيل بهذه الشاكلة. زيتود في لندن، يعني ربما يكون السؤال مكرورا متأخرا، لكن أحدا لم يدعي أنه حسم الإجابة بشأنه، لماذا أخفق الفلسطينيون والعرب من ورائهم في حسم ملف المواجهة مع الكيان الصهيوني، رغم أنه لم يكن كيانا في الأصل، وكانت الدول العربية بثروات وجغرافيا وديمغرافيا وعدد كبير من النسمات السكانية؟ يعني لماذا، هل تتبنى الرواية التي قالها الدكتور أحمد البرع بأنهم يعني بأنهم كانوا يعني مشغولين بالعصفورة بين قوسين كما قال، أم أن ثمة سببا أبعد من ذلك؟ أتمنى أن يكون الصوت هذه المرة أفضل من المرة. أرجو ذلك، تفضل لنجرب. نعم. وقع الأمر أنه علينا أن نفرق عند نتحدث عن العرب عن أي عرب نتحدث. إذا كنا نتحدث عن الشعوب، فأنت ترى أن الشعوب تحاول قدر الإمكان
أن تكون في المواجهة أن تسترجع حريتها وأن تسترجع أوطانها، وأنها ناصر فلسطين ظالمة أو مظلومة كما يقال عندنا. لكن إذا نظرت للحكام فأنت ترى أن الحكام في الحقيقة اليوم، خاصة في هذه السنوات الأخيرة وبعد الانتفاضات العربية الرائعة، ترى أن الحكام يذبحون الشعوب بطريقة أبشع بكثير مما يفعل الصهاينة الفلسطين ومما فعل. يعني ما فعله بشار الأسد في 6 سنوات يساوي أكثر من ربما 20 مرة من القتلى من الشهداء في فلسطين. شيء مرعب. يعني استاذ محمد، يعني ارجو المعذره، ربما نحاول معك مره اخرى، يعني ارجو ان تبقى معنا، ساعود الى الاستديو، نعود اليك بعد قليل. دكتور، انشاء الكيان الى اي مدى يمكن القول بان التطور التاريخي الذي لحق الوعد، وعد بالفورم ثم انشاء الكيان، اثر في وعي وطبيعه وعي الشعوب العربيه سواء سلبا او ايجابا؟ وكما قال الدكتور البرعي، أعتقد أن وعي الشعوب هو يعني أفضل من وعلى ما يرام في كثير. لكن كيف أسهم ذلك في 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 تشكيل الوعي بعد ذلك، يعني سواء سلبا أو إيجابا، المسار الذي أخذه الوعي العربي؟ المسار الذي أخذه الوعي العربي في وعي الشعوب بفعل هذه هو ما زال حتى الآن. يعني عندما يعني تلاحظ مقاومة التطبيع ومنتديات مقاومة التطبيع، تجد أن هناك خطاب يعني أكثر نضجا من نضج الحكومات، وبالتالي يعني يستطيع اكثر تعبيرا، وبالتالي هناك يعني رغم مثلا هناك يعني كيف تجلى لك ان الوعي الشعوب اكثر من وعي الحكام يعني خلال هذه العقود؟ يعني هناك رغم ان هناك اتفاقات سلام دول عربيه، الا ان فكره التطبيع، فكره اسرائيل كعدو، ما زالت كامنه يعني موجوده في الوعي الشعبي. دكتور خيري، يعني انت تقول وكذلك الدكتور ان الشعوب العربيه كانت اكثر وعيا بالاخطار او بالخطر المحيق بالدول العربية بفلسطين، يعني كيف تجلى لك على الأقل هذا الوعي العربي؟ ما الذي فعله العرب باستثناء الشعوب العربية العاطفة والقتال بأجسامهم؟ لم نشهد، لم تنبثق عنهم مؤسسات مثلا، هيئات تبعت الموقف؟ لا، احنا وقعنا يعني السياسات العربية وقعت في تناقضات كثيرة. نعم، وأن هناك الصراع بين الحكام والشعوب هو أجهد كثيرا من هذه الأمور. يعني عندنا في الدول العربية لم توجد هناك إطار فكري أو إطار أيديولوجي للصراع مع إسرائيل. يعني الإطار الأول الذي طرح إطار أن القومية العربية هي يمكن أن تحرر الموضوع، تحرر، تستعيد فلسطين. لكن هذه القومية العربية أوجدت انقسامات واختلافات بين الدول الملكية والدول الجمهورية، وبالتالي هذا وقعنا في مشكلة أخرى. يعني من يستطيع الخوض الحرب ضد إسرائيل أو من لا يستطيع، وبالتالي وقعت ظهرت مشاكل أخرى. المسألة الثانية، عندما طرحت الفكرة الإسلامية يعني كأحد الحلول، الصراع الأساسي كان بين الحكام والإسلاميين وليس بين الإسلاميين وإسرائيل على سبيل المثال يعني. وبالتالي هذا يعني من الكوابح التي منعت تحقيق أي إنجاز خلال تلك الفترة. الطور الأخير من هذه الأفكار أو السياقات، طرح الليبرالية كحل للشرق الأوسط الموسع، وبالتالي إعادة هندسة الشرق الأوسط بشكل تحت مسألة الليبرالية، يعني هي انتهت يعني بعد انتهاء الربيع العربي. لكن هي الفكرة أن لا الإطار الشعبي ولا الإطار الرسمي في الدول العربية استطاع بالورد سياق سياسي أو فكري للتعاون مع إسرائيل، وبالتالي كانت هناك مراحل مختلفة. يعني كيف ننظر لإسرائيل وقت الصراع المسلح أو الحروب، وكيف ننظر إليها وقت طرح السلام كخيار استراتيجي. نعم، هذه المسألة أعتقد لا الحكومات العربية ولا الشعوب العربية تعاملت معها بكفاءة كبيرة، يعني لأن هناك لابد في هذه الحالات. يعني دعني أعتذر منك دكتور، عاد إلينا الأستاذ محمد الجواب له الآن، سأعود إليك. أستاذ محمد، يمكنك أن تكمل الإجابة عن سبب إخفاق العرب والفلسطينيين في مواجهة ملف الصراع، في إدارة ملف الصراع مع الكيان الصهيوني. ثمة من يقول، أريد أن أنقل لك، من قال بأن المشكلة تكمن في السوسيولوجيا أو في النفسية أو الذهنية العربية التي تميل إلى الفردية والقبائلية. إلى أي درجة تتفق مع هذا الطرح؟ لا، أنا لا أتفق مع هذا الطرح. أنا أعرف أن العرب إذا كنا من حيث القبلية والسوسيولوجيا فإنهم كانوا قبليين أكثر كثير مما هم عليه الآن قبل 14 قرنا، ومع ذلك استطاعوا أن يخرجوا من اليمن ومن الجزيرة العربية لنصف العالم.
وبالتالي ليس هناك شيء تاريخيا يثبت ذلك، بل العكس هو الصحيح. المشكلة هي هناك حكمة تقول أسد يقود ألف نعجة خير من ألف أسد تقوده النعجة. عندما تكون قيادة فاسدة وعندما تكون قيادة الحكومات العربية متواطئة وأحيانا فاسدة، فإنك لن تستطيع أن تبني إلا الثمار. وتحت هذا الانحراف الذي بدأ منذ 60 عام بعد أن خرج الاستعمار وترك وكلاؤه، فإن هذا الانحراف بلغ أشده ابتداء من 90 وحدات، لتظهر الصورة الحقيقية هو أننا نحكم بجماعات سواء ملكية أو عسكرية، ولكنها ليست خدمة الشعوب والأوطان، إنما هي وسيلة للاستعمار الفاسد معه تنهب وتتشارك في نهب البلدان. إذا كان لديك هؤلاء فإنك لم تستطيع أن تحرر فلسطين، أنت ستفقد البقية وليس فقط فلسطين، ستفقد البقية. ونحن على طالع أننا نفقد البقية، أكثر دمهم إما محتلة بشكل أو بآخر، أو أنها على أبواب الاحتلال وهي كل فشلة أو على طريق فشل. بكل أسف وبكل ألم، هذا لا يعود للشعوب أساسا، وإنما يعود لمن يد أمر. يعني عاد 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 الصوت الى الرداء، معذره من الساده المشاهدين ومنك ايضا استاذ محمد، لعلنا نعود اليك في وقت لاحق. قبل ان نذهب الى الفاصل، يعني بعد كل هذه العقود 70 عاما تقريبا على نشوء الكيان، وقبله يعني 100 عام على الوعد، يعني ما الذي تغير في العرب وما الذي بقي على حاله؟ يعني عودة هذا اربطه بسؤالك، كيف عرفت ان الشعوب العربيه هي اسبق من حكامها؟ باختصار شديد طبعا هذا مرتبط بهذا الكلام، لأن الشعوب العربية مشكلتها الحقيقية أنها لا تكمل ما تبدأه، لا تكمل مشوارها، أنها يعني تستعجل قطف الثمار، وإذا ما خرجت لها وأفرزت لها هذه الثورات، مثلا جمال عبد الناصر والشعبوية التي خرجت في مصر في تلك الفترة، وبيع الوهم للفلسطينيين ولغيرهم، وأن في الوحدة العربية السورية، كل هذه الأمور كانت تخدر الشعوب فترة من الزمن. بعد أن ثارت ما حدث في ثورة 73، وكيف انتصر الجيش المصري، وكيف حدث بعد ذلك انكسار مرة أخرى، إذا نصل إلى القمة ونصل أننا نحقق شيء معين، ثم نفس الشيء في ثورة 36 وكيف حدثت، ثم اختطفت الثورة واختطفت كل التضحيات التي قدمتها الشعوب، هذه الأمور كلها لا يزال الشعب العربي ولا تزال النخب العربية غير قادرة سواء بتجريف الحراك وتجريف الحرية، لم يعطوا مساحة من الحرية لكي يستطيعوا، طبعا هم لن يعطوا. هذا الكلام جيد، لكن خلال هذه المدة 70 عاما هل تغير شيء من العرب أم بقي كل شيء على حاله؟ لا، الآن الوعي اختلف ذهنيا سياسيا طبعاً. هذه الدروس الشعوب بشكل عام والوعي الجمعي في الشعوب لابد، أنت لا تراه في بين ليلة وضحاها، هذه تراكمات تعيشها الشعوب، لن تستطيع أن تحصل على هذه التجارب. يعني أنا هنا صراحة يعني هذا الكلام يستوقفني، معذرة لا أستطيع أن أمرره على عوانية كذا. دكتور، يعني كيف تبلور لديك وعي الشعب العربي في وقت حتى الآن لم تنجح فيه أي ثورة، بل هناك ردات ثورية إذا صح التعبير في بلدان كبرى كمصر وتونس وإلى آخره؟ في كل أدبيات الثورات لابد لكل ثورة أن تصل إلى مرحلة من الفشل، ويصل إلى بعد هذه الفشل حسب دراسات التاريخ ما بين 3 إلى 13 عاما حتى تنهض هذه الثورة. لن تستطيع، أنت لا تتخيل أن مصر مثلا، أنا أخذ الثورة المصرية كنموذج سريعا، يعني هذه الثورة بعد قبل أن تأتي 25 يناير كيف كان الشعب المصري في حالة من التصحر، لم يكن هناك أي إمكانية لأي واحد أن يمارس العمل الدبلوماسي، العمل السياسي، العمل الحقيقي على أرض الفعل، على أرض الواقع بفعل سياسي حقيقي، كل هذا كان محروم منه كل الشعب وكل أطياف الشعب الفلسطيني المصري، حتى أن كانت البعض يعني أمور شكلية، يعني تعطى لهم مساحات محددة بأمور شكلية، ليس هناك ممارسة حقيقية. لذلك إذا ما حدثت الثورة وأرادت هذه النخب أن تأتي إلى الحكم، لا تمتلك كل أدوات التي تحتاجها، لن تستطيع أن تحقق ذلك دون أن تدخل هذا المعترك. الفلسطينيين أنفسهم، انظر إلى مثلا حركة فتح وكيف تطورت حركة فتح، وكيف عادت وانكسرت، وكيف دخلت إلى بيت الطاعة الأمريكي والإسرائيلي، انظر إلى حركة حماس الآن كيف تتطور، الآن يحاولون تطويعها وترويض الشرسة، وقد ينجحوا في ذلك الآن الذي يحدث، انظر ما الذي يحدث، تكسر لأن الإقليم كله ضدها. لذلك
هناك ممارسات، هناك تطور حقيقي نرى، لكن دائما وابدا الاكسترنال سبويلرز المفسدون من الخارج هم الذين يفسدون كل ما تصل اليه. وانا دائما وابدا المخرج يلح علي بالفاصل. سنعود بعد الفاصل الى فاصل اخير ومن ثم العوده. أسعدكم الله مشاهدين الأفاضل، وأهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم الذي نبحث فيه مستقبل فكرة الصراع بين العرب والكيان الصهيوني. ونعتذر عن عدم قدرة الأستاذ محمد العربي زيتوت الاستمرار معنا في الحلقة من لندن لأسباب فنية خارجة عن إرادتنا. دكتور أحمد البرعي، أذهب إلى الدكتور خيري معذرة. فكرة الصراع بين العرب والكيان الصهيوني إلى أي درجة تبدو لك أنها ما زالت تحتفظ بزخمها؟ هو من حيث فكرة الصراع أعتقد يعني دخول المناقشات حول السلام منذ 40 عاما أعتقد كون نوع من الحلول المزدوجة أو ثنائية الحلول لدى الشعوب العربية. يعني إذا تكلمنا عن الشعوب في البداية فهناك من يرى أنه لن تحل قضية فلسطين إلا بالحرب، وهناك من يرى أيضا أن قضية فلسطين يمكن أن تسوى عن طريق مفاوضات السلام وهكذا، بحيث يعني يمكن يتم تنفيذ حق العودة بشكل ما أو القضايا الجوهرية في القضية الفلسطينية. يعني هذان الطيران موجودان في التفكير الاجتماعي أو التفكير السياسي في العالم العربي، لكن إلى أي حد أن تخوض دولة أو مجموعة من الدول صراع مسلح مع إسرائيل في الوقت الحاضر؟ في الوقت الحاضر ربما ليس هذا مطروحا، لكن هل فكرة الصراع ما زالت موجودة برأيك دكتور في ظل ما نشاهده الآن؟ هي لدى المجتمع هناك ما زالت فكرة الصراع قائمة، وخصوصا أن كثير من المجتمعات تدخل في صراع مع حكومتها. ماذا عن الوضع السياسي؟ لقضايا تتعلق بالأمن القومي، لقضايا تتعلق بالتماسك الداخلي للدولة، لقضايا تتعلق بالاستقلال الدولة أو مدى حريتها في الاستقلال في العلاقات الدولية السياسية. نعم، الأنظمة السياسية إلى أي درجة تحتفظ بهذا الزخم برأيك حتى الآن؟ الأنظمة السياسية الآن التي تحدث في الشرق الأوسط هي أعتبرها أنظمة سياسية انتقالية. يعني هذه نقطة مهمة في الحديث عن الثورات، أعتقد أن النظرة إليها من هذه الزاوية يتطلب البناء على المراحل فيما بعد المراحل الانتقالية التي سوف تتبلور بها الأبعاد القومية للدولة، الأبعاد الاستراتيجية، أبعاد الأمن القومي، أبعاد الأنماط الاقتصادية، التعاون أو الصراع بين الدول العربية أو التكامل. هذه النقطة أعتقد أن ما حدثته ثورات الربيع العربي هي أنها تعزز التفكير في كيف يكون مستقبل هذه الدول، وبالتالي فكرة الصراع بين النظم العربية أو الحكومات العربية وإسرائيل ليست مطروحة الآن. يعني ما يحدث مع حماس هو استكمال لمسار لفرض مسار حلول سياسية بشكل ما، لا أقول استسلامية، لكن هل يكون حل دولتين، هل يكون حل كونفدرالي أم شيء آخر؟ نعم. لكن مسألة أعتقد أنها ما زالت فكرة الصراع هي في حدها الأدنى في الوقت الراهن. دكتور أحمد، بالرغم من أن السلطة الفلسطينية يعني شريك يعني كبير للغرب وحتى أحيانا أمنيا للكيان الصهيوني، وبالرغم من أن العرب يرتبطون بمصالح كبيرة مع البريطانيين ولديهم استثمارات بمليارات الدولارات وشركاء كبار في الحرب على الإرهاب الذي يهدد مصالح الغرب، بالرغم من كل ذلك فإن تيريزا مايز رئيسة الوزراء البريطانية أعربت عن فخرها بوعد بالفور، وليس ذلك فحسب بل احتفالها احتفال بلادها بهذا الوعد وليس ذلك فحسب، بل وجهت دعوة إلى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الكيان الصهيوني إلى بريطانيا الاحتفال للمشاركة في الاحتفال، واستثنت محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية رغم شراكته الكبيرة لهم. ما التفسير السياسي، ما المعنى السياسي الذي يمكن أن يفسر به هذا الموقف البريطاني؟ يعني في البداية كان وزير الخارجية البريطاني كان في مكتبه كان نتنياهو وقال له هذا هو المكتب الذي كان يجلس عليه
بالفور عندما وقع تلك ذلك الوعد، وكانوا يتبادلون الضحكات. يعني لن يستدعوا محمود عباس، يعني نحن رؤساءنا لا يمثلوننا، معظم الرؤساء الذين الآن موجودين هؤلاء لم يأتوا بانتخابات تمثل الشعوب، لذلك لا يمثلون النبض الحقيقي للشعب الفلسطيني. يعني محمود عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية، لكن ماذا يعني سياسيا موقف تريزا مايست؟ ربما يعني هذا لا، هي تريزا مايست أعلنت يعني في مقابلة تلفزيونية سألوها هل يمكن أن تقدم الاعتذار، قالت أنا أفخر بوعد الفور أننا أعطينا هنا السؤال، لماذا أطلقت هذا الوعد؟ يعني لم تقم أي وزن لحلفائها في النهاية العرب. هل هم المشكلة أنه هل يعتبرون العرب حلفاء حقيقيين أم أدوات يستخدمونها؟ المشكلة أننا ننزل العرب أو الرؤساء العرب، لا نتكلم عن العرب، كأنهم حقيقة حلفاء. هم ليسوا حلفاء، هم يقولون صراحة أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة أو الكيان الصهيوني هو الدولة الوحيدة الموجودة التي تمثل القيم التي أقيمت وأسست عليها أوروبا والغرب، الحضارة الغربية هي المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي يعكس ثقافتهم وحضارتهم. أما العرب لا يمثلونهم، حتى السعودية وحتى دول الخليج الذين لهم علاقات اقتصادية و يعني عميقة جدا لا يعتبرونهم شريكا سياسيا، وواجهون بكثير من الإحراجات عندما يسألون عن الممارسات القمعية في بعض الدول التي يعتبرونهم حلفاء لهم. هم لا ينظرون إلى العرب بهذا الحال، لكن القضية أن بريطانيا والولايات المتحدة عندما تأتي إلى إسرائيل لا تستطيع مثل هذه الكيانات الحاكمة، كوند تريزا ماي أو ترامب، لا يمكن أن يستثيروا غضب نتنياهو. هم ملكيون أكثر من الملك، يعني هم عندما يتحدث ترامب أنا أريد أن أنقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية، نتنياهو الذي نصحه ألا ينقلها، نتنياهو الذي طلب منه ألا يقوم بذلك. جيرد كوشنر يأتي اللي هو نسيبه لترامب زوج بنته، يأتي إلى المنطقة وهو أكبر الداعمين، مؤسساته العائلية هي أكبر الداعمين للمستوطنات الإسرائيلية. إذن هؤلاء لا يمثلون دعما، هم في الأساس هم المشروع، نعم، وهم الذي بنوا هذا الكيان الصهيوني ويدعمونه بكل قوة، لأنهم يرونه في البداية كما تحدثنا تاريخيا يخلصهم من العقدة اليهودية الموجودة في أوروبا، وفي المقابل أيضا هذا الكيان يحتاجونه في هذه المنطقة الجيوستراتيجية المهمة جدا، ويدعم المشروع الاستيطاني للوب الإسرائيلي والصهيوني المتغول في كل هذه الأنظمة في العالم. لذلك هي تلاقي مصالح عقدية واقتصادية وسياسية مصلحية. سأعود إليك دكتور خيري، يعني سؤالي الأخير لك، يعني وزن القضية الفلسطينية في الحقيبة السياسية وحتى العسكرية للعرب تراجع كثيرا، فبعد القتال اتفاق هدنة ثم اتفاق سلام ثم تطبيع ثقافي ثم تطبيع تجاري وتنسيق أمني وصولا ليس معلوما إلى أين، في ظل هذا التراجع ما هو شكل العلاقة المتوقع بين العرب والصهاينة مأخوذا بالاعتبار الحراك الداخلي في الدول العربية باختصار؟ يعني باختصار أعتقد أن المرحلة القادمة سوف لا تختلف كثيرا عن ما سبق، يعني لأن الحكومات العربية رغم أن يعني تطلعها لعدم الدخول في حرب مع إسرائيل أو وتطلعها للسلام أيضا، لأنها مترددة في حسم هذه الخيارات لاعتبارات كثيرة، يعني أولها الاعتبارات الشعبية أنها قد تكون تزيد الفجوة بين الحكومات والشعوب بشكل أكثر مما هو حدث الآن. والنمط الآخر يعني مثلا اتفاقات الكويز بين مصر وإسرائيل التي يعني لو اختصرنا يعني بنصف دقيقة من فضلك دكتور، يعني شكل العلاقة المتوقع بين الطرفين مستقبلا هل يمكن أن تجمله لنا في سطر؟ أتوقع في ظل الوضع الحالي أنه لن يحدث تغيير كبير في المستقبل القريب. يعني دكتور أحمد، لن يحدث تغيير كبير أم أنك توافق من قال بأنه ربما يتفق يذهب الطرفان إلى تحالف استراتيجي، هل هذا وارد؟ نعم، أنا أتوقع أن هناك تحالف استراتيجي مؤشرات ذلك. نعم، مؤشرات ذلك الذي يحدث الآن في المشروع الذي سيحدث في المنطقة ما بين السعودية ومصر والكيان الإسرائيلي والأردن. لا زال تسريبات يعني وكلام صحف وليس شيء رسمي. لم ينفي أحد، يعني المشكلة أنها تسريبات لكن لا ينفي أحد من هذه. لا يستطيعون أن ينفوا كل خبر يعني يصدر كل خبر وتسريب. خبر ليس بالخبر من
الوزن الخفيف. ماذا يعني ذلك للقضية الفلسطينية إذا ما تحقق هذا التحالف؟ أنا أتوقع أن الذي يحدث الآن باختصار هو تصفية للقضية الفلسطينية. الضفة الغربية ستصفى، المستوطنات هي الكيانات السرطانية التي تتوغل، تم شرعنتها بصمت رهيب غربي وعربي. الآن غزة هي الوجهة التي يريدون نقل السلطة الفلسطينية إليها. سترى في القريب العاجل أن السفراء والوزراء سيأتون إلى غزة، ستصبح هي الوطن البديل وجزء من سيناء. السيسي سيعمل على إنشاء بعض المناطق الصناعية في منطقة في سيناء، ويعمل على ذلك ببروباغندا يكسب فيها في الشارع المصري لتعاطفه مع القضية الفلسطينية. وفي المقابل الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية إما أن تقبل بأن مثل عرب 48 أو تنتقل إلى الوطن البديل إلى الأردن أو إلى غزة وسيناء. أشكرك شكرا جزيلا، انتهى الوقت. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور أحمد البرعي الباحث السياسي، وكذلك معي في الاستوديو أيضا الدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقاريا، وكان معنا عبر سكايب من لندن الأستاذ محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، في رعاية الله.